بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم النهارده ان شاء الله عن كذا موضوع، بس هنبدا بحاجه اسمها الفليب والريفيرس. دول عباره عن دالتين بيستخدموا في الاري. اغلب الناس تتلخبط بينهم، ايه الفرق بين الفليب والفرق بين الريفيرس؟ الاثنين بيعملوا عمليه عكس، بس بيعكسوا الايه بالظبط. عندي الفليب وعندي الريفيرس. الفليب بتعمل عكس بين قيمة الكي وقيمة الفاليو. يعني ايه؟ يعني مثلا لو عندي الاي ده اي كي لقيمة مثلا اسد، تمام؟ لما اجي اقول اعمل لي فليب، يبقى هخلي الاسد ده هو الكي للاي، والاي هتبقى هي الفاليو. تبقى اصبحت كده الاري، يبقى الاليمنت اي اس دي، وهنا هيكون في اي. عكس ما بين الكي وما بين الفاليو. تعالوا نشوف ازاي. ايكو array underscore flip، وافتح قوسين واكتب اسم الاري اللي هو ايه. ده الشكل بتاع الدالة اللي اسمها flip، تمام؟ طيب هنا الكي الديفولت اللي هو ايه، اللي هو 0 1 2. فلما اجي اعكس هيبقى الكي اي والفاليو اللي هي هقول لي انت اوف 1 انت اوف 2 انت اوف 3، صح؟ تعالوا نجرب. ايكو array flip سوري مش ايكو var underscore dump control s. اول حاجة حدد لي عدد العناصر اللي هما 3، تمام؟ بص بقى هنا ال A دي كانت ايه؟ ال A كانت value، بقت دلوقتي key، وخلى القيمة بتاعت ال key اللي هي 0 بقت value. يبقى أصبح هنا A بتشاور على قيمة العنصر اللي هو رقم 0 أو اللي هو القيمة بتاعته بزيرو، وال B بقت برضو key والعنصر بتاعها 1، وال C العنصر بقى بتاعها 2. تاني هنا خلى هنا دي بقت ال key، والقيمة بتاعت الكي هنا اصلا الديفولت بتاعتها اللي هي 0، انا قلت 0 كده، وهنا 1 وهنا 2. ده كده هي ثواني كده 0 مش او، تمام؟ طيب تعالوا نجرب. هي ما غليش حاجة، تمام؟ كده تبقى اوضح شوية. خد له القيمة اللي في الشمال حطها في اليمين، واللي في اليمين حطها في الشمال، تمام؟ طيب تعالوا مثلا لو هنخلي، بلاش نخليها ديفولت عشان تبقى واضحه اكتر، خلي دي 5 ودي 6 ودي 7. كنترول اس. تمام؟ كده وضحت اكتر. خد الخمسه حطها في القيمه اللي اصلا كانت كي، وخد الكي او خلي القيمه خليها كي، تمام؟ طيب ده الفليب. الريفيرس، الريفيرس بتعمل عكس ما بين اول قيمه واخر قيمه بس. يعني بتجيب دي تحطها هنا، وتجيب دي تحطها هنا، بس كده. تعالوا نجرب الريفيرس. سيبك من القيم اللي هي بتاعتها اللي هي اللي انا اديتها لها اللي هي 5 6 7 8 دي، او 5 6 7، سيبك منها. هو مش بيبص على الكي. انا عندي اول قيمه كانت A واخر قيمه كانت C، صح؟ تعال نبص هنا،
اول قيمة عندي بقت السي واخر قيمة بقت الاي، عكس الاتنين. تمام يا شباب؟ ده الفرق بين الفليب وبين الريفرس. طيب في حاجة نتكلم عنها تاني اللي هي اسمها الري ايتريشن او ايتريشنز. ازاي اعمل ايتريشن تكرار للعناصر الاري اللي عندي لو عايز اطبعهم مثلا عنصر عنصر، او بمعنى صح استخدم اللوبس معايا في الاري. عندي اري مثلا a بيساوي اري فيها مثلا 1 2 3، وعندك a b و c. تمام، عايز اعمل فور طبعا بالطريقه العاديه، بقول فور بحط بعرف كاونتر عندي وليكن مثلا اكس، فيبقى متغير علامه الصين دولار لازم اكتبها، وهدي له الكاونت ده بيساوي زيرو وعلامه السيمي كولر. تمام، طب عايز الاكس ده يكون اقل من ايه؟ اقل من اللينس بتاع الاري. اللينس بتاع الاري بحدده بحاجه اسمها سايز اوف، سايز اوف، وادي له اسم الاري. طبعا الاري برضو لازم اكتب قبلها الساين دولار، محدش ينساها. تمام، طيب برضو سيمي كولون، وبقول له ان الاكس بلس بلس علشان تزود لي قيمه الاكس عشان ما تفضلش ثابت عند الزيرو وتبقى انفينيتي. اعمل البراكتس بتاعتي وبعد كده اقول له ايكو الاي اوف ايه اوف الاكس، وبرضو ما انساش علامه الساين دولار وسيمي كولون. كده هيطبعهم لي جنب بعض، فانا عايز انزل سطر فاعمل هنا علامه اللي هو نظام كوما يعني عشان احط الاتريبيوت التاني اللي هو البي ار اللي هو التاج بتاع اللي انزل سطر بريك رو. تمام، واحد اتنين تلاتة اي بي سي، دي الفور لوب جوه او بستخدم الاري، بستخدم محل الفور لوب بالطريقه دي. تمام، انا واقف الفيديو على كده بحيث ان الفيديو ما يبقاش مساحته طويله، هخلي كل فيديوهات 10 دقائق او 12 دقيقه بالكتير علشان محدش يمل من الشرح. شكرا.